برحب بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة النهاردة في صباح دريم نفتح ملف مهم جدا، وهو ملف البحث العلمي في مصر. ملف صعب جدا، وللأسف عايز أقول ملف غير لا يدعو على أي شكل من الأشكال للتفاؤل. يعني صدق أو لا تصدق أن ترتيب مصر في جودة مؤسسات البحث العلمي في العالم في 2012 من بين 148 دولة هو 127، وإسرائيل فين بقى؟ إسرائيل هي الأولى عالميا في هذا المجال. الحقيقة دي معلومة أقدر أقول إن هي كفاية جدا، وديتنا اديتنا المفيد زي ما بنقول. يعني للأسف البحث العلمي في مصر في مكانة سيئة جدا. احنا في مصر من الحاجات اللي لا نهتم بيها اطلاقا البحث العلمي، مع انها من اهم الخطوات نحو مستقبل، عشان يبقى لنا مستقبل، علشان فعلا يبقى الثورات اللي حصلت مش واحدة لا اتنين يبقى لها مردود، علشان نشوف مصر في شكل اخر لازم يبقى فيه بحث علمي. ده ملف هنفتحه النهاردة لكن بعد فاصل قصير.